طيب ده من ناحيه، ال فقاعه الوهم. طب تعال للحقيقه بقى عشان تشوفوا، بينما الناس مشغوله ومنشغله جدا باوهام كتيره، تجد الحقيقه بالنسبه للاهلي رقميه. ولما اتكلمنا على حجم الشعبيه، ولما اتكلمنا على قياسات الراي العام اللي بتبين وتثبت بشكل عملي ورقمي حجم شعبيه النادي الاهلي، الناس ما بنخلصش معاها من الكلام. فجاه يطلع اليوتيوب مطلع قائمه باكثر قنوات الانديه الرسميه مشاهده خلال شهر يناير المنقضي. انتم متخيلين انه يعني النادي الاهلي حسب اليوتيوب هو الرقم الاول، الرقم الثالث عالميا. ده كلام ما حدش قاله وما حدش جامل بيه النادي الاهلي، لكن الاقي اليوتيوب قناه الاهلي الرسميه، قناه النادي نفسها اللي على اليوتيوب في المركز الثالث عالميا. مين اللي بيسبق الاهلي؟ مانشستر يونايتد كان عنده 27.6 مليون مشاهد، برشلونه عنده 18.5 مليون. رقم ثلاثة مين؟ عشان جمهور الاهلي يسعد ويفخر بقيمه ناديه وحجم شعبيته العالميه. كانت الفرنسي فوتبول عملت قائمه ال 30 نادي على مستوى العالم في الاكثر حصولا على البطولات في التاريخ، كان النادي الاهلي هو النادي الوحيد بره قاره اوروبا وامريكا اللاتينيه اللي اخترق قائمه ال 30، وكان في الترتيب ال 21. اليوتيوب كمان لما يعمل نسب المشاهده للقنوات الرسميه للانديه، يجي النادي الاهلي في المركز الثالث ب 17 مليون واحد من عشره. مين اللي بعد النادي الاهلي؟ النادي الاهلي في الترتيب ده تفوق على مين؟ الارسنال بعد الاهلي عنده 16.3 مليون، تشيلسي عنده 15.7 مليون، مانشستر سيتي عنده 14.3، ليفربول عنده 13.9 في المركز السابع. ليفربول في المركز السابع عالميا في حجم مشاهده قناته الرسميه، والنادي الاهلي في المركز الثالث. دي اليوتيوب مش احنا. هنلاقي فنربخشة في المركز الثامن عنده 12.8 مليون، اليوفنتوس في التاسع ب 12.5 مليون، وفلامينجو في المركز العاشر ب 11.5 مليون. يسبق الاهلي انديه عريقه وعتيده في حجم مانشستر يونايتد وليفربول والارسنال و انديه كبيره. الشيء اللي يسعدك استاذ ابراهيم ان ما من احصاء في اي منحة في البطولات، في الاكثر تتويجا، في الرانكينج اللي هو النظام التراكمي، التصنيف، في القنوات، في المواقع الالكترونيه، في كل الاحصاءات لازم يتردد اسم النادي الاهلي بين الكبار. فانت ما فيش شك ان ما فيش بقعه في العالم النهارده ما تعرفش مين النادي الاهلي ده. فده شيء لحد في حد ذاته يعني اهم من كل البطولات، بس هو نابع من البطولات صحيح، لكن ايضا نابع من بطولات اخرى. أيوة. بطولات انك تنتصر للقيم، بطولات ان تنتصر للصح والغلط، تشجب الخطا وتنتصر للصواب، بطولات ان يبقى عندك نهج وسياسه و و و و ومؤسسيه في العمل. كل ده يعني يخش عندك مدرب ينجح او يفشل يطلع يشيد، ينجح او يفشل يطلع يشيد، يخرج من عندك لعيب تتصور انه هيكون ناقم عليك. احنا بنتكلم على الناس اللي هي يعني الاجانب، بلاش المصريين، لان احنا عايشين حاله من الاستقطاب الغريب. ها، لان تجاره الاهلي، كراهيه الاهلي هذه التجاره المسمومه بتجد رواجا عند البعض. طيب دي قيمه الاهلي وده تاثيره اللي بنحيي عليه بالمناسبه الزملاء في المركز الاعلامي للنادي برئاسه الاستاذ جمال جبر على مجهودهم، لانه مجهودهم طوال يناير. انتوا شفتوا التضافر اللي حصل والتعاون اللي حصل مع بايرن ميونخ، والفيديوهات المشتركه والاهتمام المتبادل بين النادي الاهلي ومنصات السوشيال ميديا المختلفه بتاعته مع بايرن ميونخ. ده كان نتيجته هذا التنامي العالمي الكبير اللي انا بهديه لبعض الزملاء ارجوهم اللي غاويين يسالوا السؤال التقليدي، هو مين اكثر شعبيه؟ يا مولانا عندك منصات اعلاميه رقميه، عندك منصات موجوده، عندك احصاءات وعندك مراكز قياسات راي عام موجوده، عندك احصائيات. المساله
مش كلام مرسل بين اتنين هيخبطوا بعض ولا وجهات نظر خالص. ما هو الارقام والحقائق مش وجهات نظر إبراهيم، دي ارقام يعني. ما هي بقى، ما انا بقول لك في تجاره في انك تجيب واحد زملكاوي واحد اهلاوي، ونفس الاسئله اللي هي ما يجيبش انك توجه سؤال لان عيب يبقى ما عندكش المعلومه بالظبط. يعني انا ما اسال السؤال ده، ازاي انت بتسال السؤال ده؟ اروح اجيب الاحصاءات من منصات الاعلاميه لكن المختلفه، لكن هو سؤال لوجات حاله جدليه تستقطب، فده يغلط في ده وده يغلط في ده ونغر صدور الناس. الناس اللي بتحب المكايده تتفرج على الحاجات دي، لكن الناس اللي عايزه تاخد معلومه، عايزه تاخد حقيقه، الناس اللي عايزه تاخد يعني مبدا رياضي يوجهها، مش هتلاقيه في مثل هذا النوع من صحيح من الاعلام يعني. ويحرص الاهلي حتى بمناسبه بايرن ميونخ واتصالاته الخارجيه وتنميه علاقاته مع الانديه العالميه والجهات الكبيره خارجيا على مثل هذه العلاقات. بعد تالق الاهلي وحصوله على البرونزيه في كاس العالم تلقى اكثر من تهنئه من انديه كبيره بره. صحيح يمكن في بعض الانديه في مصر ما هنتش، بس مش ده الموضوع. انما انت بوتراجينيو المدير العلاقات الخارجيه في ريال مدريد اهتم بتهنئه النادي الاهلي باسم نادي ريال مدريد. عشان كده كابتن محمود الخطيب بالامس بعت برقيه الى مستر بيريز رئيس نادي بايرن ميونخ بيهنيه بسلامه شفائه من فيروس كورونا وبيتمنى له ولناديه موفور السعاده والصحه. هي دي العلاقات الخارجيه بين الانديه والكيانات الكبيره.